اعتقلت مصالح الأمن بمدينة الرباط ليلة أمس كلاً من سفيان البحري وابنة الوزير السابق الأحسن الدودي والقيادي في حزب العدالة والتنمية نادية الدودي، بعد أن نشب عراك بينهما وهما في حالة السكر. وحسب مصادر أعلامية، قامت نادية الدودي بضرب سفيان البحري بزجاجة من النبيذ على مستوى الرأس بعد أن قام هذا الأخير بصدها، إذ تعرضت له على أساس أنها معجبة به. يشار إلى أن سفيان البحري ونادية الدودي تحت الحراسة النظرية في انتظار أن يعرضوا على وكيل الملك.